السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب المنتخب الوطني الجزائري وهو جمال الماضي، رغم أجرته الضخمة وصبح خارج يعني تصنيف أفضل 50 مدرب في العالم. إن شاء الله بربي نعود نولو ويدي مرتبة أولى إن شاء الله على حساب الراتب تاعو، حتى علاش عندنا ربعة اللي تأهلوا، ربعة اللي تأهلوا دومي فينال كوب دي موند، يعني شاهدناهم يعني عادي. ربعة اللي تأهلوا كوب دي موند، المدرب تاعنا مدرب المنتخب الوطني الجزائري يعني وين هو أعلى أجر منهم. الله يزيده، احنا الله يجعل، احنا الله يجعل يعطوه 10 ملايين في النهار، 6 ملايين في الشهر، خاطر على راه يتعب، راه يجي من قطر الجزائر ومن الجزائر عاود يولي لقطر، راه يتعب فواياج وكلش، ماشي ساهل، ماشي ساهله، ماشي ساهله باش واحد يجيك من قطر للجزائر ويعاود يولي يعني من الجزائر لقطر، مهبول ولا تعب. يستاهلها 10 ملايين، 10 ملايين في النهار ان شاء الله بربي، خاطر على حياه كبيره. وين يمر المدرب الوطني الجزائري جمال الماضي بفتره صعبه منذ خروج المنتخب الجزائري من منافسه امم افريقيا بالكاميرون وفشله في صعود الى كاس العالم قطر 2022 بمؤامره، خاطر على حنايا حنا على بالك عندنا واحد المصطلح لازم كي تقول انهزمت الجزائر ما تقولش انهزمت الجزائر امام الكاميرون، لا لا، حنايا حنا ما نخسروش، نخسروا الا بالمؤامره. ديجا التاليه مع السويد كي خسرنا تخرجوا لنا واحد بالحمراء باش خسرنا، حنا ما نخسروش غير هكا. لازم كي تقول انهزم المنتخب الجزائري ما تذكرش البلاد، قول المؤامره هذه هي. فبعدما وصل بالماضي إلى قائمة أفضل 5 مدربين على مستوى العالم في 2020، ابتعد المدرب الخض عن قوائم أفضل مدربين، وكشف موقع يعني مين كاترمانديس عن قائمة أفضل 50 مدرب على مستوى العالم خلال عام 2022، وشهدت القائمة غياب المدرب الوطني للخض رغم حصوله على أجر ضخم يضاهي كبار المدربين في العالم. معليش المهم راه مكلاسي برومي، كلاسا برومي في الشهر تاع ديسمبر، يعني كمان يعني البرومي في الخلصة، يعني عنده كمان وعنده اسم هذه هي. وخرج المنتخب الجزائري من كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون من الدور الأول بعد أداء مخيب للآمال، كما خسر الصراع في التأهل إلى مونديال قطر بعد الهزيمة في مباراة فاصلة أمام منتخب الكاميروني، يعني مؤامرة. ويذكر أن الجزائر حصلت على اللقب أمم إفريقيا 2019، كانت المؤامرة راكدة في ماك، ما كانش كاينة مؤامرة، 35 مباراة ما كانش كاينة مؤامرة، تما كي ولينا نخسروا ولات كاينة المؤامرة. يعني 2019 والذي أقيم في مصر وقدم أداء رائع خلال تلك النسخة، حيث فاز على أقوى منتخبات إفريقية مثل السنغال، نيجيريا والكوت ديفوار، وحققت يعني وحقق المنتخب الوطني الجزائري سلسلة لا هزيمة وصلت إلى 35 مباراة في إنجاز تاريخي للكرة الإفريقية. نتائج مميزة لأشباب الماضي مكنته من الوصول إلى المركز الرابع في قائمة أفضل المدربين عام 2020 من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. ومدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم مؤخرا عقد المدرب الخوض حتى عام 2026، ويسعى هذا المدرب يعني لذهاب كأس العالم. يا ولدي كأس العالم هي غادي تولي تطمع الغاشي تقول لهم لي بيروح، هذه هي. المهم نقولوا بلي المدرب هذا وين راه عنده كيما نقولوا حنايا، ما نقولوش بلي راه خارج 50، لا راه مع الوالا، يعني مع ربعه الوالا اللي كيما نقولوا حنايا ربعه الوالا
اللي خرجوا في الكاردو فينال في الدومي فينال يعني مع المدرب تاع المغرب مع المدرب تاع كرواتيا مع المدرب تاع فرنسا وتاع الارجنتين يعني هو افضل منهم يعني لكن في الراتب يعني في الراتب هو اخر منهم هذه هي نورمالمون نورمالمون نزيدوا نشجعوا نشوفوا كيفاش يقعد هو الاول في الدراهم ماذا بكم يعني والاديداس تاع الكابا فانيك نزيدوا فانيك نشوفوا يعني مع واحد اخر يجيبوا لنا واحد يجيب بدله بيضاء واحد يجيب خضراء فانيك اديداس كاين بزاف امور صحاب البلوطه يعني كاين بزاف امور ان شاء الله بربي نقعدوا يعني تقعد معاه يقعد معنا ونشوفوا كيفاش يبقى الافضل هو من ناحيه يعني الشهريه تاعو يعني ما كاش مشكل وكوب دي مون 2026 آه نورمال عادي نتوما كاكم تشوفوا بها تشوفوا ما نروحوش لا روحوا كوب دي مون روحوا والمدرب هذا اللي يدينا يقصف الصحافه يقصف انفيرتينو يقصف خاطر كاع يخافوا منا ولاو يخافوا منا ولاو يخافوا منا في التقعريج ولاوش يخافوا منا في التيره هذه هي هذه اللي حنا فور فيها هذه الحيه اللي زعما خلاتنا حنا فور فيها زعما عندنا عندنا اسم في هذا الصوالح خلاتنا هذا الصوالح اللي نكسبوا اسم كبير في هذه الامور هذه هذه هي ان شاء الله بربي انا الحاجه اللي نطلبها من وزاره الشباب والرياضه ومن السلطه العليا ما تخيبوناش ظننا يعني لازم تخلوه شوفوا فرنسا شحال يتخلص الا زادوا ديشون والارجنتين الا زادوا فانيك ماذا بكم في طول نبقاو في المرتبه في طول المدرب تاعنا يقعد في المرتبه الاولى يعني باش الحاله الوحيده اللي نديروها يعني نزيدوا في الشهريه في طول يقعد في المراتب الاولى يعني في الشهر ان شاء الله ربي هذه هي ماشي قضيه زعما حنايا موالفين احنا موالفين المدرب احنا ما مدرب يعني راه يعمل خاصة لي ديبلاسمون تاوعو بزاف هذه هي ياودي هادو يخدمو صاحبي سي تخدم واو واو دي معليش شنو غير بالتصاور شنو غير بالتصاور اتحاديه كومبلي وزاره كومبلي يقارعوا المدرب وين تيجي هو راه باغي تتوحشو مليح خلو تتوحشو اي خلو تتوحشو خلو تتوحشو خلو تتوحشو شوبير إليو سيسي يا ولدي إليو سيسي قال لي إليو سيسي ماغري كيما هكا والشعب الصحافة السنغالية يطيح عليه يا ولدي هادوك يعرفوا بولا حنا ما نعرفوش بولا حنا حاشاكم حاشا قدركم راهم شكامة بزاف قوادة بزاف هاو يعرفوا بولا السنغاليين قاع يعرفوا حنا ما نعرفوش والله ما نعرفوهم حنا الشعب لي الشعب برا يعرف الناس بصح الاغلبيه اللي خرجوا جدد هذو البكايات هذو ما خليهم هما راهم على هذيك رانا ناجحين هما مقاضبين قاضبين السكتير راهم ناجحين ماشي حنايا انا على هذيك نقول لكم مدرب نتمنى له يعني يعطوه اعلى راتب شهري في ما كاش لي حكا المهم ما كاش لي حكا حنا فور هذه هي بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خالتي
صحيتو.